لكن بما انك بتتكلم عن الاشياء المهمه، كان في شيء مهم جدا وسيظل مهم جدا من اجل الدوري المصري، واننا نصل بالدوري المصري ان هو يكون مصنف بشكل كبير جدا مره اخرى كدوري رقم واحد في الوطن العربي وفي افريقيا. وعشان ده يتحقق لازم تكون في عوامل كتير جدا لانجاح مسابقه الدوري المصري، بالتاكيد اداريا، بالتاكيد الناحيه الاعلاميه والبث، بالتاكيد التحكيم، بالتاكيد الملاعب، ولكن ايضا جوده اللاعب، وايضا حرص اللاعب ان هو ما يقعش في اي مشكله، وتحديدا مشكله المنشطات او المواد المحظوره. وعشان القضيه دي اثيرت في الفتره الاخيره، والدوري المصري يعني 50% تقريبا من مبارياته اصبح يتاخد فيها يعني تحليل منشطات، معانا طبعا الدكتور محيي الدين الجعفري، خبير مكافحه المنشطات المعتمد من اللجنه الاولمبيه الدوليه. مساء الفل يا دكتور محيي. مساء الخير. يعني بص، حابين حضرتك بقى لان في مفاهيم كتير سمعناها واراء كتير الفتره الاخيره سمعناها، فحابين حضرتك توضح مدى صحه هذه المفاهيم، الفارق اولا ما بين الماده المنشطه او المواد المحظوره، وهل المواد المحظوره دي بيكون لها مده معينه انها تبقى في الجسم، او المواد المخدره، وخليني اتعامل معاك زي مخدر الحشيش، ممكن يكون متواجد في الجسم قد ايه؟ وهل في مواد ممكن متعاطي مخدر الحشيش لو حصل عليه او تعامل معه او خدها يعني يقدر يشيل مادة المخدر دي وما يقدرش يتم الكشف عليها لو اتاخد منه عينة؟ طيب، ده كلام مهم جدا، وطبعا بشكركم انكم اثرتم القضيه، لان الفتره اللي فاتت على الساحه الاعلاميه طلعت اراء للاسف كان فيها شويه مغالطات، فحابين نديكم فرصه بشكركم عليها ان احنا نوضح بعض الامور ونصحح شويه مفاهيم. اسمحوا بس الاول عشان الكلام يتفق وعشان المعلومه تكون واضحه للساده المشاهدين، في اساسيات وضروري جدا نوضحها عن مفهوم المنشطات. اتفضل. فكره اساس المنشطات بدات ان اللجنه الاولمبيه الدوليه في ممارسه الرياضه من القرن ال 17، اساس ممارسه الرياضه قايمه على المنافسه الرياضيه الشريفه وعلى السير بلاي. مع تطور اساليب الرياضه وتطور الطب كان في لعيبه، وخصوصا في الالعاب الفرديه حضرتكم زي ما انتم عارفين، في العاب القوه، في السباحه، ميداليه ذهب تفرق عن ميداليه فضه بجزء من الثانيه. فخلال تاريخ الالعاب الاولمبيه ظهر ان في لاعبين ورياضيين حاولوا ان هم يستخدموا بعض المواد المصنعه او المواد الطبيعيه اللي في الاخر بتهدف ان هي تحسن من مستوى اداء اللاعب. ده حقيقي. او ان هي بتاثر الفتره بتاعت الكشف في حاله الاصابه. فبسبب الموضوع دوت اللجنه الاولمبيه الدوليه سنه 99 طلعت قرار بتشكيل هيئه دوليه مسؤوله عن مكافحه المنشطات ومسؤوله عن مكافحه اي غش في مجال الرياضه من اي لاعب. الهيئه ديت اللي تم انشائها سنه 99 هي الوادع، الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. الوكاله دي حطت قواعد واسس في حاجه اسمها كود، ده بيعتبر الدستور اللي بيتحكم واللي بينظم قواعد المنشطات. من ضمن القواعد ديت قايمه اسمها قايمه المحظورات. وهنا في مفهوم ضروري جدا نصححه، الفرق ما بين مصطلح منشطات ومصطلح المواد المحظوره. بالظبط. المنشطات هي الافعال اللي ممكن الرياضي او المحيطين بيه في النشاط الرياضي، من اداري، من مدير فني، من دكتور، ممكن يقعوا فيها تصرفات تؤدي ان هم يخالفوا قواعد منظمه الوادع. من ضمن القواعد منظمه الوادع هي قائمه المواد المحظوره. قائمه المواد المحظوره كابتن اسامه وكابتن فارس بتنقسم لعده اقسام، منها مواد ممنوعه اثناء فتره المنافسه بس، اثناء فتره المباراه بس، مواد ممنوعه طول ال 365 يوم بذروة السنة. طيب يا دكتور، عشان بس يعني ايه تبقى الامور محدده، حضرتك قلت تمام ان في محظورات وفي منشطات، وقفت عند نقطة مهمة جدا، أنت بتقول المنشطات يكون المحيطين باللاعب من إداري ومدير فني ولاعبين، فدي محتاجة تفسير لوحدها، والجانب الآخر المواد المحظورة دي محتاجة أمثلة عليها اللي هي بتتاخد أو ممنوعة أثناء اللعب وممنوعة 365 يوم. جميل.
المنشطات او التصرف اللي ممكن يسبب ان اللاعب او المحيطين بيه يقعوا تحت المساءله، ان مثلا اللاعب كل المعروف لو اتعملوا تحليل عينه بول او دم وطلع ان فيها ماده محظوره، ده كده ارتكب تصرف مخالف المنشطات. لو اثناء التحقيق اتعرف ان مثلا المدير الاداري او مدير فني او الطبيب كان في تعليمات ان هو ان اللعيبه تستخدم ماده محظوره، الاداري او المدير الفني او الطبيب بيقعوا تحت مساءله مجرد ان هو شجع التصرف دوت. لو لاعب قال لزميله والله خد الماده ديت او ساعده ان هو يوفرها له، اللاعب اللي هو حتى ما اتخذش منه عينه بس ممكن ان هو ساعد زميله ان هو ياخد ممنوع، ان ياخد حاجه ممنوعه او محظوره، اللاعب ده برضه بيقع تحت القانون والمساءله. تمام؟ بالنسبه بقى لقائمه المحظورات، في مواد بنسميها احنا في القانون مواد سبيسيفايد اللي هي مواد محدده، وفي مواد نون سبيسيفايد اللي هي مواد غير محدده. المواد المحدده هي المواد اللي ممكن يكون ليها استخدام طبي او ممكن لو تردد في تحليل عينه اللاعب اثناء التحقيقات يكون اللاعب بيقدم دليل ان هو اخذها مش عشان خاطر يغش في الرياضه. لاسباب طبيه، كان عندنا كابتن محمد بركات وكان بمعرفه الجهات طبعا الرياضيه بيتم تناول دواء معين لاسباب طبيه، دي هنا يا دكتور ما فيهاش اي مشكله. بالظبط، لو كان قدم دليل او اللي هو بنسميه تي او اي اللي هو الغرض الطبي. تمام؟ وفي برضه مواد بيبقى لو جاءت تحقيق اثناء التحقيق دليل ان اللاعب اخذها مش عشان خاطر يغش رياضيا، دوت بيبقى برضه العقوبه بتبقى مخففه، وده من ضمنها مواد الحشيش. طيب يا دكتور، هنا السؤال بس المهم، احنا طبعا عرفنا امثله المواد دي والمواد دي، احنا طبعا حضرتك قلت الجزء مهم جدا ده اللي عايزين ناخد منه، ان هدف اساسا الوادة وهدف المؤسسات اللي بتسعى للكشف عن المنشطات ان هي تحفظ فكره التنافس بشرف والتكافؤ بين اللاعبين، لان زي ما شفنا في الاولمبياد ميداليات بترجع تسحب نتيجه اللي حضرتك شرحته ده كله. طيب هنا لو في امور تخص الراي العام ومصرح بيها بشكل واضح عن تعاطي بعض اللاعبين مثلا مواد منشطه او مخدره او مواد محظوره، السؤال هنا حدود صلاحيات الجهات الخاصه بمكافحه المنشطات، هل هي من حقها ان هي تتدخل بشكل مباشر ولا لازم اللاعبين اللي مثلا بيخضعوا لسحب العينه العشوائيه، ايه حدود صلاحيات الوادة هنا؟ هل هي بتضمن فكره التنافس بشرف فلو لقت ده هي ليها سلطات ان هي تطالب ان الكشف عن بعض اللاعبين او بعض الرياضيين وتاخذ ادوارها، ولا مالهاش سلطات في ده؟ ده سؤال مهم جدا. لا طبعا الوادة او النادو اللي هي الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات ليها السلطه لو وصل لها معلومه ان في غش او في قضيه مثاره هتسبب انتهاك لقواعد مكافحه المنشطات، طبعا من حقها ان هي تحقق في الموضوع دوت. وهذكر حضراتكم بقضيه روسيا والاتحاد اللجنه الاولمبيه الروسيه لما توقفت عن النشاط، كان اساس القضيه اصلا عباره عن تحقيق صحفي لصحفي الماني. ده صحيح. ده نشره في احدى الجرايد. تمام؟ بناء على التحقيق الصحفي دوت اللجنه الاولمبيه الدوليه بدات تتخذ اجراءاتها في التحقيق عشان تعرف تفاصيل القضيه، وكانت نتيجتها التوقف اللجنه الاولمبيه الروسيه. فلو طبعا حصل ان في مسؤول طلع تصريح كان من شأنه ان قد يكون هناك تصرف من لاعب او من احد المحيطين دي في مخالفه لقواعد المنشطات، طبعا اوتوماتيك اللجنه مكافحه المنشطات او هيئه مكافحه المنشطات بتتخذ التصرف السليم للتحقق من هذه المعلومه. توضيح مهم جدا للرأي العام يا دكتور. طيب يا دكتور، انا عندي سؤالين يعني مهمين من وجهة نظري. يعني اولا، النبات او مخدر الحشيش ده من الممنوع اثناء الوقت المباراة ولا على مدار ال 365 يوم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، مدة وجود، يعني لو عملت عينة لشخص تعاطى الحشيش بعد قد ايه من الزمن او بعد كام يوم ما اقدرش استدل على ان الراجل ده كان بيتعاطى حشيش؟ السؤال الثالث في نفس النقطه يا دكتور، وانا اسف للاطاله، هو في مواد ممكن متعاطي الحشيش ياخدها قبل ما يروح يعمل عينه او قبل ما يتاخد منه عينه تخفي اثار تعاطيه الحشيش؟ طيب
دي نقطة مهمة جدا. خليني بس قبل ما أجاوب على ثلاث أسئلة أأكد على معلومة مهمة. اتفضل. إحنا قواعد الوادة دي قواعد دولية بتطبق على جميع دول العالم. المشكلة فيما يخص مادة الحشيش إن في دول زي هولندا زي كندا زي بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية مصرح بيها. سمحت بتناول الحشيش بشكل قانوني. وفي هنا هو جزئيه طبعا احنا اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا في الدول العربيه بتجازم ولا تسمح اخلاقيا حتى بموضوع الحشيش. بسبب ان في جهات ودول سمحت بشكل قانوني بتداول ماده الحشيش، الوضع في التعامل مع ماده الحشيش كان في بعض التخفيف في العقوبات المرتبطه بيها وبعض التخفيف في التعامل معاها في منعها. فبسبب كده الحشيش هو ممنوع فقط اثناء المنافسه، مش ممنوع طول فتره ال 365 65 يوم للسنه. لا لحظه بعد اذنك يا دكتور، يعني انا دلوقتي الحشيش ممنوع فقط لو انا لاعب كره قدم او لاعب كره يد بعد المباراه اخدت عينه، فلو ظهر الحشيش كده انت معاقب. طب لو تاني يوم ظهر الحشيش انا كده مش معاقب؟ لو التحليل كان خارج منافسه وظهر حشيش طبقا للقانون، لا مش معقول. طب هو يا دكتور اصلا الحشيش ماده منشطه على المستوى الرياضي؟ يعني هل تحسن من اداء اللاعب في ارقام او من قدرات معينه، ولا هي فكرتها كمحظور ليس من هذا المنطلق الخاص بان هي تحسن من الاداء الرياضي؟ لا، اساس منعها او ان هي محطوطه ضمن المواد المحظوره لان هي في الدول من المواد المجرمه، فاحترام للقواعد والقوانين للتجريم ليها كناحيه قانون مجرم، الوضع حطتها في نطاق المحظور رقم واحد. رقم اثنين، لان ليها مدار صحيه ومن ضمن قواعد المنظمه مكافحه المنشطات ما تمنع ماده اما تمنعها عشان هي هتساعد اللاعب ترفع من مستوى الاداء بتاعه، او ان هي هيكون ليها ضرر على صحته. اي ماده فيها ضرر على صحته اوتوماتيك بيتم منعها. طب خليني يا دكتور يعني باختصار شديد، بعض الحالات يعني ظهرت على الساحه وبدا يكون في مسؤولين من منظمه مكافحه المنشطات المصريه وقالوا ان في حاجه اسمها تارجت تيست، ان انت بتستهدف شخص او بتستهدف مجموعه اشخاص لو في كلام او حديث ظهر عنهم ان هم بيتعاطوا الحاجات المحظورات زي ما قلنا مخدر الحشيش. هنا انا تارجت تيست ليه طالما القصه مرتبطه ب 90 دقيقه او مرتبطه ب 60 دقيقه ايا كانت اللعبه اللي بيلعبها اللاعب سواء لعبه جماعيه او حتى لعبه فرديه؟ بص يا فندم، المنظمه وهي بتحقق ان في لاعب في كلام ان هو عمل تصرف مخالف للقواعد، هو ما فيش مش ربطاه بماده معينه او ب دواء معين، هي بتحقق في تصرف اللاعب ان كل لاعب دوت عمل تصرف اخذ منه النوع، اذا ممكن ياخد مواد ثانيه، فهي من ضمن البروتوكول بتاعها لازم تاخد اكشن وتحقق فيه عشان توصل لحقيقه الحاله دي. وعلى فكره بس نقطه مهمه برضه، اللاعب اللي بيتحلل له تحليل خارج المنافسه ولقى فيه ماده ايجابيه من المواد الممنوعه بس فيها منافسه، ده بيتحط كده في قائمه تمام، فيما بعد من حق المنظمه ان هي تعمل عمليه تتبع ليه اثناء المنافسه عشان تطمن ان لا ان هو ما فيش تصرف تصرف من اللاعب دوت، وان ما حصلش استفاده اثناء المنافسه من اللاعب دوت في نتيجه تناوله لاي ماده من النوع. يعني بعد مجرد اللاعب اتحلل له خارج المنافسه وما فيش حاجه ان يتساب، لا ده في تم التتبع ليه عشان نوصل للنزاهه الكامله. طيب السؤال بقى اللي حضرتك ما جاوبتش عليه، هل في مواد ممكن يعني متعاطي مخدر الحشيش يتناولها فما يظهرش اثار تعطيل الحشيش في التحليل؟ طب خلينا اعمل الموضوع ان اي ماده اللاعب ممكن ياخدها ان هي تعمل عمليه ماسكينج او ان هي تعمل عمليه اخفاء لماده محظوره هو اخدها، المواد اللي بتعمل الاخفاء دي اصلا هي من ضمن المواد المحظوره. تمام؟ فلو اللاعب مثلا اتحلل له ما طلعش في عينته حشيش او ما طلعش في عينته هرمون، لكن طلع في عينته ماده من المواد اللي هي بتعمل عمليه ماسكينج او بتعمل عمليه تغطيه،
بيتعاقب على وجود المريض نفسها. ده مفهوم ده مفهوم لان ان هو حاول تحايل وحاول ياخد حاجه عشان يخفي حاجه، فبيتعاقب على وجود الماده دي. ده كل اللي حضرتك بتقوله طبعا بيؤكد مبدا اللي حضرتك وضحته في الاول، ان الهدف ضمان العداله وضمان فكره التنافس بنفس المعطيات ونفس المعايير اللي هي الطبيعيه للبشر وقدراتهم الخاصه، مش من خلال مواد دخيله. ولكن عايز اسال حضرتك سؤال اخير فيما يتعلق بفكره، حضرتك قلت جمله فيما تخص الاداريين او فيما يتخص الاشخاص اللي خارج فكره ممارس اللعبه اللي بيتعاطى المنشطات. هل هنا لما يكون في امور تتعلق بفكره تصريحات او زي ما حضرتك قلت بغض النظر المبدا الرياضي نفسه لفكره تعاطي لاعبين لشيء ما، وحضرتك قلت ان طبيعي يكون تحرك من الجهات الرياضيه، هنا بقى السؤال فيما يخص اللاعبين دول، هل حضرتك في امور تتعلق بان انت ممكن كمؤسسه ليس من خلال انديتهم ولكن من خلال شكل مباشر تطلبهم في اشخاصهم مش من خلال المؤسسات اللي بيخضعوا ليها ان هم يجوا يخضعوا للتحليل، والا تاخذ عقوبات مثلا؟ ما تنتظرش مثلا انا بقول لك كنادي او بقول لك كمؤسسه رياضيه انا عندي تصريحات كذا فباخذ عليها، مثلا ما فيش تفاعل معاك او ما فيش تجاوب معاك او ما فيش التزام، هل انت ممكن تطلع كمؤسسه زي الوادا تقول بشكل صريح ان انا بطلب اللاعبين دول يخضعوا لمجموعه من الاكواد اللي حضرتك قلتها، والا في حاله عدم الخضوع يقدر ياخد قرارات بالايقاف مباشره وبعقوبات، ولا ما يقدرش؟ صلاحيه الوداع اللي هي اي لاعب من حقها تطلبه سواء كان سيرفيس او نون سيرفيس في اي وقت في اي يوم ان هي تطلبه للتحليل، ولو مره والثانيه ما استجابش فده يعتبر تهرب من اعطاء العينه، وده التصرف بيؤدي لعقوبه من سنتين لاربع سنين. من سنتين لاربع سنين لو طلبته واللاعب ما تمش خضوع للتحليل. دكتور يعني قبل ما يعني ما ننهي مع حضرتك يعني خلينا نكون واضحين، وانا دايما بروح للحاجه اللي بتتناول في المجال الرياضي، وكنا سمعنا عن الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وحتى لاعبين في الدرجه الاولى واتكلموا عن تناول اقراص ترامادول. هل الترامادول خلاص ادرج من ضمن المنشطات في مصر ولا لسه القصه دي مش موجوده بشكل قانوني في مصر؟ الوداع طلعت قرار باضافه ماده الترامادول لقائمه المحظورات في شهر 10 اللي فات. القرار طلع، تنفيذ القرار عمليا وتطبيقه هيكون من يوم 1/1/2024. 1/1/2024 فيما يخص عقار الترامادول بالظبط. والوداع قدر الفتره ديت السنه عشان اي لاعب على مستوى العالم عنده ان هو معتاد ياخد ترامادول كمسكن يبدا الاجهزه الطبيه واللاعب يعود جسمه ان هو يستغني عن المسكن دوت ويستخدم البدائل. أكيد يا دكتور، بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك، كانت مداخلة فيها نقاط مهمة، وأعتقد اتكلم بشكل مباشر يا أسامة وصريح. وطمن طمن ناس كتير يعني طمن يعني لا وأنا عايز أقول حاجة، بياخد ترامادول فكده معاه سنة. ده هو بعيدا بقى عن الترامادول يا أسامة، أنا بطرح سؤال للرأي العام. هنا إحنا ما بنتكلمش في حالة ما، لأن الكلام كمان أعم وأشمل. أنت بتتكلم في حالة وجود رياضيين الوضع يحق ليها التدخل، في حالة وجود تصريحات هي كافية للتدخل. أنا عندي سؤال بسيط جدا، لو ده ما بيحصلش وما تطبقش بالبروتوكول والآليات اللي سمعناها من حد متخصص دلوقتي بيوضح بشكل صريح إن لها السلطات ولها حق طلب لاعبين أو رياضيين ولها حق اتخاذ إجراءات بناء على تصريح معين، لو ده ما حصلش السؤال ما حصلش ليه؟ وإزاي الوادة وهي لها أهداف خاصة بالتنافس الشريف تفقد أهدافها من أجل حاجة غير منطقية بنسمع فيها تصريحات زي إن المواضيع دي منتهية ومحدش هيقدر يمس لاعبين؟ وأعتقد ده عكس كل اللي اتقال او اللي احنا سمعناه في مداخله كانت واضحه وصريحه، الكلام مش محتاج تأكيد. انا عندي ثقه كبيره جدا في يعني منظمه مكافحه المنشطات المصريه انها تاخد اي اجراء ضد اي لاعب، وكان في حالات سبق مع بعض اللاعبين في حتى لاعبين في الدوري، وكان في حتى لاعبين العاب قوى ولاعبين في رفع الاثقال، والامر ده لا يقبل القسم على اثنين وما فيهوش تهريج. حتى فكره كمان ان انت تتحدث عن انك تاخد ماده تخفي اثار تعاطي منشطات او محظورات كمان ده بيظهر، واعتقد الامر اصبح خلاص موجود. اي لاعب او اي رياضي القصه باختصار شديد من حق منظمه مكافحه المنشطات المصريه انها تتتبعه بشكل واضح وصريح.
ما هو من حقه بس وبعد من حقها. لا هم لا بيعلنوا ما هو ده مهم، مش الاعلان المهم اتخاذ الخطوات يا اسامه، لان كان في تهديد من مسؤولين بشكل واضح وصريح ان قصص منتهيه ومحدش هيمس اللعيبه ومفيش لعيبه هتقضى على حاجه. فانا بشوف ان ده مثال صارخ لتحدي مؤسسات مهمه دوليه وتعطلها عن دورها، وانا مش شايف في مبرر ان يتم تعطيلها عن دورها بعد الكلام اللي سمعناه اللي بيقول للراي العام كله صلاحيات المؤسسات دي ايه واللي هي تقدر تعمله ايه لحفاظ التنافسية الشريفة زي ما مفترض الأمور تكون عليها. عندنا كلام كتير وعندنا لسه مواضيع مهمة جدا وردود على أشياء أكتر، ولكن بعد الفاصل.